بص، علاء ولي الدين كان ممكن ما ياخدش فلوس في الفيلم ده، وكان ممكن بالنسبة له يعمل أي حاجة في الدنيا عشان الفرصة دي تتحول لحقيقة والحلم ده يتحول لحقيقة. لكن الحقيقة كان لازم يبقى فيه يعني مقابل، لأن هو هيعمل بطولة، أنه يعمل فيلم وهيمثل فيه وهيتعب تعب جدا عن أي فيلم تاني. ففي الحقيقة لازم قعدت معاه واتفقت أنه هو ياخد 50,000 جنيه في فيلم عبود على الحدود. هتقولي ده 50,000 جنيه ده قليل قوي. 50,000 جنيه في الوقت ده يعني كان دلوقتي كأنه واخد 5 مليون جنيه في أول بطولة لي. فالرقم ده منساهوش طبعا، هو اللي طلبه، يعني هو اللي حدده وقال لي أنا هاخد 50,000 جنيه، وأنا قلت له تمام، ولو كان طلب أكتر من كده كنت اديته. وهو لو كنت قلت له لأ مش هتاخد فلوسي علاء، ما كانش هياخد، عشان هو معاه فيلم بطولة، معاه مخرج كبير، معاه سكريبت حبه وعارف كويس، والكاست اللي معاه كلهم بالنسبة له مهمين وساعدوا في نجاح الفيلم. أولهم طبعا أستاذ حسن حسني وكريم عبد العزيز وأحمد حلمي وغادة عادل وكل الأستاذ، حتى الأستاذ محمد يوسف أنا عامل دور مهم وعامل حاجة مهمة في حالة الفيلم، أستاذ عزة أبو عوف، كل الموجودين كانوا في الفيلم ده إن كاست وبقوا نجوم بعد كده من الفيلم ده. عشان انت مش متربي. علاء ايه؟ دوما ايه؟ انت قلت له ايه؟ مش متربي. اخلص الله ده متربي، ومتربي احسن تربيه زكريا، لان انا اللي مربيك. فيلم عبود على الحدود لم يعرض على محمد هنيدي من قبل، هو كان اصلا ممكن يكون يعني هنيدي يعرف عن الفيلم. هنيدي كان احمد عبد الله صاحبه، كان معاه موجود طول الوقت، فممكن كان الفيلم يعرف بيه، يعرف ان احمد عبد الله بيكتبه. ولكن عبود على الحدود من يوم ما قال لنا الاسم ده، لما رحت عند احمد عبد الله في بين السرايات عشان اسمع فكره فيلم عبود على الحدود، او اقول له عندك ايه ينفع على علاء ولي الدين وانا مشتري منه فيلم 55 اسعاف اللي هو كان لهنيدي وعلاء ولي الدين، انا عمري ما شفت ولا سمعت ان الفيلم ده كان عند محمد هنيدي. ممكن يكون قبل لما انا اكون موجود والفيلم يبقى بتاعي، او ان انا اشارك في فكرته وهو بيتكتب، او هو بنكتب الكتابه الاولى اللي هنروح بيها للمخرج، هو ايفر المخرج اللي كان هيخرج في الوقت ده قبل ما حتى يبقى في نصيب في الشريف عرفه. ولكن انا عمري ما سمعت ان الفيلم ده كان عند محمد هنيدي. بص، عبود على الحدود في مجموعه ذكريات ليها علاقه بالاجور والاتفاقات وكده، كان اهمها انه استاذ حسن حسني واستاذ عزت ابو عوف ان هم كانوا اضافه للفيلم، اضافه للفيلم من حيث ان هو كان توفيق من عند ربنا سبحانه وتعالى ان كل واحد فيهم يشكل جزء مهم في تكوين الفيلم ده، وفي اضافه لوجود البطل ده. فالكيمياء كانت متظبطه قوي بين علاء ولي الدين وبين حسن حسني، لانه انا لما قلت لعلاء لحسن حسني انا اللي اكتشفتك في الفيلم ده، لان هو ما كانش شايف في نفسه، او السوق ما كانش شايف في نفسه، او المخرجين ما كانوش شايفين فيه حته ان هو يبقى العمود الفقري بتاع اي فيلم من تاريخ ده. خد بالك حسن حسني ده وقعدنا اتكلمنا عليه 10 حلقات، انا في رايي بالرغم ان هو كان الموضه والترند بتاع كل الافلام، لكن هو لغايه دلوقتي ما خدش حقه. الراجل ده انا شفته وعاشرته وشفت طريقه شغله وشفت طريقه ازاي يسند البطل، ازاي دي حاجه، ده موضوع صعب قوي على فكره، ده دور مهم. فالنهارده اللي كانوا عامله حسن حسني في فيلم عبود على الحدود، وان هو يبقى لايق على اللي بعلاء ولي الدين، الاب اللي عايز يظبط ابنه دخله الجيش بالعافيه ويضرب الراجل على قفاه في التاكسي عشان يتاخره على البتاع عشان يلبس ويروح يتحط في ان هو يبقى لائق، ورغم ان هو تشابه اسماء، فيقضي ال 45 يوم بتوع مركز التدريب، مجرد ان هو يبقى ده في حد ذاته ان هو بيقاوم ابنه عشان يكون
ولد كويس ويخرج بره اللي اي حد في الدنيا بيشوف انه ابنه محتاج ان هو يبقى كويس وتعلم الاصول وتعلم المرجله والجدعنه وبتاع ويبقى بعيد عن اصحاب السوء. فاي اب في الدنيا محتاج ده. خرجت من حسن حسني بشكل مختلف بشكل حقيقي بشكل ان الناس بالرغم. وبعدين ده اصعب انواع الكوميديا ان انت تخلي الناس تصدق عشان تضحك، ما لو ما صدقتش مش هتضحك. فكان حسن حسني كان العمود الفقري بتاع الفيلم، ومن هنا بقى العمود الفقري بتاع كل الافلام بتاعت الشباب والجيل. فمن هنا اكتشافي ليه، انا قلت له ان انا اكتشفتك في ان انت بتلعب الدور ده في حياتك. انا كنت لسه بتفرج عليه بيلعب المحامي في رأفت الهجان مثلا، وافلامه مع الاستاذ عاطف الطيب كل فيلم ليه عنده دور. يعني ما اعتقدش ان حد احسن منه يلعبه، والرغم ده هو ممثل يديك كل اللي انت عايزه، يديك كوميدي يديك تراجيدي يديك اب يديك متصابي يديك، فهو يعرف يشكل نفسه. فطبعا اكتشفنا ليه هو بس مجرد ان هو يلعب القاسم المشترك في كل الادوار اللي لعبها مع الجيل او مع الشباب. عزة ابعوف الموضوع مختلف. عزة ابعوف برنس جايلنا الصبح، طبعا هو احنا بنصور في شرم الشيخ فهو نايم بدري وصحي بدري وجاي فريش وبتاع، واول مشهد بيصوره الرقصه اللي كان برقص التقديمه بتاعته في الفيلم. فانا رحت صبحت عليه وبتاع، وكنا عاملين له خيمه عشان يقعد فيها لان طبعا في الصحراء ما كانش فيه كربانات تخش في الحته اللي كان مختارها الشريف عرف عشان يصور فيها. فدخلت له قعدت صبحت عليه واتكلمت معاه ومش عارف ايه. في الوقت ده هو ما كانش لسه صور حاجه في الفيلم، فكان بيقول لي انت ليه اخترت علاء ولي الدين وايه شريف عرفه بيخرج الفيلم ده، وعايز يفهم زي ما ناس كتير قوي في الوقت ده كانوا بيفهموا وعلامات استفهام عندهم عنه احنا بنعمل كده ليه وشايفين ايه اللي ورا الموضوع ده يا جماعه وكده. فقعدت معاه ونقلت له طاقه انه علاء ولي الدين ده على فكره مشروع نجم، والموضوع انساف في فيلم الارهاب والكباب اللي جاي يعمل مشهد وده مش حجمه، وشريف نفسه قال كده، وانه يطلع من فيلم رساله الوالي ما كانش اظرف حاجه بالنسبه للدور اللي كان بيلعبه. فانسوا الموضوع ده واكتشف علاء بطعم النجوميه بطعم البطل. صدقني ما كانش حد يعني اللي انا بقوله بالنسبه لهم ان انا راجل بخرف. فاتت الايام وجي بنصور الفينال في المقطم في المغاره هناك، وجي قعد معايا عزة أبعوف وقال لي انا اهنيك على اختيارك لعلاء ولي الدين لانه هو مال الفيلم. مفيش قدامنا غير الولاد بتوع الحرسه، هما دلوقتي بقوا املنا الوحيد. حسن حسني كان واخد في فيلم عبود على الحدود 12,000 جنيه، وبعدين جه فيلم الناظر قال انا غيرت اجري خالص، قلت له بالرغم انا اللي اكتشفتك، فخد 23,000 جنيه. طبعا هقول لك الارقام دي يعني 2.5 مليون جنيه. عزة أبعوف كان واخد في الفيلم ده 70,000 جنيه لانه كان ايوه كان اكتر من علاء ولي الدين لانه هو كان النجم. عزة أبعوف في الوقت ده كان نجم كبير، ففي الوقت ده كان عزة أبعوف واخد رقم كبير، وده كان اجره على فكره، هو مش يعني مكتر علينا ولا هو واخد اللي مش من حقه، هو ده كان اجره في السوق في الوقت ده. والله احمد حلمي في فيلم عبود الحدود كان بالنسبه لي عامل زي افلام عارف دامبن دامبر والحاجات اللي هي ان هو كان داخل الفيلم داخل المكتب لابس بنطلون مقطع ومعاه الكلب بتاعه، وداخل هو مش جاي يقابل منتج ولا جاي يعمل فيلم ولا في دماغه اصلا ان هو يجي يعمل فيلم، هي جت تمام ما جتش خلاص يعني نو بيج ديل، وما كانش مهتم. كنت حاسس منه ان هو ما كانش مهتم ان هو جاي يعمل فيلم يعتبر بطوله ويعتبر مع مخرج كبير
يعتبر كده. هو ما كانش حاطط في اعتباراته المواضيع دي خالص يعني. وعلى فكره حلمي لغايه دلوقتي ما بيحطش في دماغه الاعتبارات دي خالص. هو كول جدا ومش فارق معاه حاجه يعني. عمري ما شفت احمد حلمي هيموت على حاجه او نفسه في حاجه لدرجه ان هو قاعد مركز لها او بتاع. او حتى طريقه مذاكرته في الافلام مع المؤلفين او مع المخرجين هي مجرد ان احنا قاعدين قعده صحاب بيبقى فيها كده ايه مناقشه عن حاجه، بس مش طريقه شغل او مش زي ما الناس بتشتغل. هو كان طول الوقت احمد حلمي مركز ان هو هنصور امتى وهنصور ازاي وهنصور ومواعيد ايه، عشان طبعا عنده برنامج وعشان عنده ارتباطات ومش عارف ايه والكلام ده. ولكن احمد حلمي اكتشفنا انه بعد الفيلم انه كان مركز جدا، انه كان مذاكر جدا. طبعا تلقائيته هو بيقول الافيه عامل زي احمد حلمي، عامل زي محمد صلاح في الكرة، السهل الممتنع لدرجة ان انت ممكن ما تقتنعش بيه اصلا انه هو حريف. فجت معاه كده اول مرة، طب تاني مرة، طب تالت مرة، لا يا جماعة ده ستايل بقى. فده كان احمد حلمي يشوت الكرة وهو سايب ايديه وما يفرحش قوي بعد ما يجيب الجول. ده احمد حلمي في وجهة نظر. فمن اول يوم احمد حلمي فيه زي دلوقتي بالظبط، اختياره للفيلم تركيزه فيه ما يخدعك في ان هو يبقى مركز. لدرجة ان انا مثلا كنت في ميدو مشاكل اول فيلم بطولة ليه بقى بعد فيلم عبود والناظر و55 اسعاف، وبعمل له فيلم لوحده. فانا بقول له احمد هو انا حاسس ان ليه ان انت في اول فيلم لما جيت لي فيه المكتب وانت معاك الكلب عشان تعمل عبود على الحدود زي بالظبط عادتنا واحنا في ميدو مشاكل وانا بعمل لك بطوله. قال لي ايوه يعني اختلف في ايه يعني. قلت له ده بطوله وده كان برضو بطوله، بس انت دلوقتي في مقام علاء ولي الدين في الوقت ده. قال لي طيب يعني قول لي اعمل ايه. فانا في رايي ان احمد حلمي ما تغيرش زي ما هو في عبود على الحدود اول يوم جالنا فيه، زي ما عمل اول فيلم ميدو مشاكل، زي ما عمل اخر فيلم عمله دلوقتي. الاختلاف في اجره ده حقيقه. اجر احمد حلمي في عبود على الحدود كان 5000 جنيه، وساعتها لما جه ياخد يقبض الفلوس، انا فاكر ان احنا اخر واحد خد فلوس من فيلم عبود على الحدود كان احمد حلمي. احمد حلمي ما بيدورش قوي على امتى ياخد الفلوس يعني. عمره ما يسألك فين الدفعة او فين اجري او محتاج فلوس او مش عارف ايه. لازم انت تقول له حلمي هو انت مش عايز فلوس؟ هو انت يا ابني ما خدتش اجرك؟ الانتاج بيقوله او المحاسب بيقول ان انت ما قبضتش لغايه دلوقتي. اه تمام ومش عارف ايه. انا بكلمك يعني في اوقات كانت بدايته ما كانش بيدور على دايما الدفعة امتى، ولا عايز فلوس، ولا بعتولي فلوس، ولا خش يعني بدون ازعاج. طبعا ده من حقه وحق اي ممثل تاني ما بيسال او بياخد او بيطلب اجره او دفعه مثلا ليه في الفيلم اللي هو بيعمله. ولكن احمد حلمي من الناس اللي ما يفكرش في الحته دي. هو طبعا هو احمد السقا ما يفكرش فين، ما يسالكش انت معاك او تمام فتدفع له، انت مش معاك فاكيد هتقول له تعالى خد فلوس. فده حاجة أنا بعتبرها إن هي مش مزعجة للمنتج، ولكن في الآخر طبعا هو عارف هو يعني إنه حقه موجود وحقه مضمون، ولكن أنت اللي لازم تكلمه تقول له تعالى خد دفعة أحمد أو ليك فلوس تعالى خدها من الشركة. إيه ده؟ أنت لسه ما خلصتش؟ 5 دقايق بالظبط أشطب الراس اللي أنت شايفها دي وأجي معاك. تشطب إيه؟ هو أنت بتبلط مطبخ؟ لا مؤاخذة. كريم عبد العزيز اختيار في فيلم عبود على الحدود اختيار شريف عرفة. شريف عرفة كان اشتغل معاه كريم عبد العزيز في اطلع حاجة الصورة تطلع حلو، كان عامل دور مميز جدا طبعا. فهو جه قال لي، انا فاكر كنا في المهندسين في المكتب،
وجي قال لي ايه رايك في كريم عبد العزيز؟ قلت له هايل. قال لي شفته في فيلم اضحك صوت؟ قلت له طبعا. قال لي طب انا بفكر فيه انه يلعب شخصيه اللي هو كان عاملها في الفيلم. فقلت له ده كان بعد احمد حلمي مش قبل احمد حلمي. قلت له مناسب جدا، بس هو خد بالك طبعا انا ما كنتش اعرف كريم انه هو في الكوميديان، انا ده اكتشفته بعد كده، عشان كده عملت له الباشا تلميذ باسيوني باسيوني. فبس هو كان الدور يعني قال لي لا بس هو دمه خفيف. قلت له طب نقعد معاه. وجيه كريم وقعدنا معاه وعرفت من شخصيته كريم عبد العزيز ان هو لو عمل الدور زي طبيعته كده هينجح، وهيبقى طبعا الدور ده كان هيعمله احمد السقا، ودي مفاجاه ما حدش يعرفها. دور كريم عبد العزيز في فيلم عبود على الحدود كان مترشح الاول ووقع العقد احمد السقا واعتذر عشان بيعمل ادريانو في همام في امستردام بعد ما وقع العقد. اللي حصل انه السقا اعتذر فساب الدور فاضي واحنا داخلين نصور. فاما شريف عرف رشح كريم عبد العزيز، فانا الان انا مجرب احمد السقا في الدور الكوميديان، انه يلعب كوميديان. عمل معايا اشتغل معايا قبل كده وشفته في صعيدي وشفته قبل كده وعمل معايا برنامج عملوها ازاي هو هيفاء وهبي، وكان ده برضه اكتشاف لي كمذيع وك في مجموعه الفوازير ابيض واسود. فانا كنت قلقان من كريم عبد العزيز، فشريف قلت له بس الدور، قال لي لا ما تقلقش هو دمه خفيف وبتاع. فلما قعدنا معاه انا عملت لشريف كده طمنت، لانه كريم عبد العزيز دمه خفيف في الحقيقه. طبعا الايام اثبتت ان كريم عبد العزيز ممثل تقيل جدا 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 ويعمل كل الادوار اللي ممكن يلعبها، ولكن الفرق بين كريم عبد العزيز في الباشا تلميذ وبين باسيوني باسيوني وبين كريم عبد العزيز في الفيل الازرق مثلا، دي تفهمك حجم الموهبه قد ايه. ف ويليق في ده ويليق في ده ويبدع في ده ويبدع في ده. فقررنا ان يبقى كريم عبد العزيز ووقع العقد وبدا يصور، وبدانا نشوف كريزة الضحك اللي بتحصل في افلام في فيلم عبود على الحدود بين علاء ولي الدين، كريم عبد العزيز، احمد حلمي وحسن حسني في الفيلم. ما عندكش فكره كانت الضحك بقى عامل ازاي والكوميديا عامله ازاي في الكواليس اكتر من اللي اتعرض في الفيلم نفسه. قدام لك الشقه يا عم عشان عروسك الجديده، وان شاء الله قدامنا سنتين ونخلص. غادة عادل في فيلم سعيد في الجامعه الامريكيه اكتشفها سعيد حامد، كانت بتعمل معانا فوازير ابيض واسود دور صغير، وبعدين سعيد طلبها في فيلم صعيدي مكان ممثله تانية كانت بتلعب الدور وبدات تبقى عبله. فشريف عرفها شافها في فيلم سعيد في الجامعه الامريكيه، فهو اللي طلبها ان هي تكون بطله فيلم عبود على الحدود. وساعتها كانت بتعمل اوديشن على مشهد مهم جدا في الفيلم ده اللي هو بتاع انتوا رايحين فين، فعلاء ولي الدين يقول لها المهندسين ان شاء الله. ده كان اهم مشهد في مشهد اتعمل في البرومو، لدرجه ان التريلر بتاع الفيلم الناس كانت بتخش الفيلم عشان تشوف المشهد ده، لما في الصحراء راكبه البتاع وبتقول له انتوا رايحين فين، فبيقول لها المهندسين ان شاء الله. فمن هنا جت الكيمستري اللي حصلت بين غادة وبين علاء ولي الدين في كان طبعا مثلوا قبل كده مع بعض ألباندا، ومثلوا قبل كده مع بعض فوازير أبيض وأسود، فكان بقى في كيمستري بين طبعا علاء كان سبب كبير في إنه هو يأكد ترشيح غادة لشريف في فيلم عبود على الحدود. انت اسمك ايه؟ جميلة. واضح هو في أجمل من كده. والله احساس ان الواحد يكون صانع لنجوم او سبب في صناعه نجوم توفيق من عند ربنا سبحانه وتعالى، ولكن الاحساس الاقوى ان النجوم دي اولا لغايه النهارده لما بتشوفني او لما بنقعد نتكلم في الموضوع ده برغم ان احنا اصحاب،
ان هم اللي بيعترفوا، هم اللي بيقولوا للناس لو في حد غريب او حد مش فاكر او حد ناسي. والاحلى من كده ان هم لغايه دلوقتي نجوم. ده الاحساس الاهم. انا ازعل لو انا اكتشفت نجم او ساعدت كنت سبب في انه في حد يكون يتقدم لاول مره، مجرد سبب. ولكن ربنا سبحانه وتعالى خصني بموضوع ان انا اشوف في البطل ده او في الممثل ده ان هو يبقى ممكن يبقى بطل، او ممكن يتقدمه كبطل، او تقدر ازاي تصنع نجوميته. ودي فرق بين انت تكتشف وتصنع، تشوف وتشاور وتعمل فعلا وتنفذ، لان دي موهبة ودي موهبة تانية. فكون ان انا النهاردة اشوف هنيدي نجم، كريم عبد العزيز نجم، احمد حلمي نجم، محمد سعد نجم، كل النجوم اللي انا قدمتهم او اشتغلوا معايا في اول موضوع، سواء كنت مخرج او منتج، انا بعتبر انه اهم حاجة لي انا في رصيدي ان هم ما زالوا نجوم ومحققين وكبار وعندهم الاصول اللي احنا تربينا عليها. محدش فيهم خرج عن النص في أي كان، سواء كان دور في عمله أو حاجة شخصية أو لا. هم بيخافوا على نفسهم، بيحافظوا على نفسهم يمكن أكتر من أي جيل تاني كمان، إن هم لغاية دلوقتي هم نجوم ومحافظين على النجوم بالأصول والصح في اختيارهم لأدوارهم واختيارهم لحياتهم، سواء كان العملية أو الشخصية. فدي بتأدد فاليو ليا أنا شخصيا، إن أنا حاسس إنه النجوم دول انا ساعدتهم في الاول وهم بيردوني دلوقتي الجميل في ان هم محافظين على نفسهم كنجوم. فاحساس حلو، يمكن مش ليا انا بس، لا لاولادي كمان. ان شاء الله. السلام عليكم. عليكم السلام. الناس الحيي ابن الاخطب ابن زريعة ابن المهلهلون. دول مين؟ دول الكفار. فيلم الناظر انا بعتبره ان ده يعني الورث اللي انا ورثته لاولادي. في ناس تعيش في تاريخها عشان تحاول تعمل زي فيلم الناظر ما يعرفوش، لانه ده ما تعرفش انت تعمله من غير اما يكون ربنا صارف. والفيلم اصلا كان اسمه الناصر صلاح الدين، او الناظر صلاح الدين سوري، وترفض من الرقابه. انا لغايه دلوقتي ما اعرفش اترفض ليه، بس قلنا تمام وبقى اسمه فيلم الناظر بس.